بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفال الأعزاء في قناتنا. إذا اليوم حنديرو بعض التمارينات استعدادا طبعا للاختبار إن شاء الله. راح نديرو تمارينات، إذا ثلاثة تمارينات في الهندسة، وفي يعني تمارينات على الكسور، تمارينات على النسبة المئوية، وأيضا التناسبية. إذا أولا نبدأ بالهندسة. قرأوا معي التمرين الأول. إذا أرسم المستقيمين H و K متعامدان في النقطة A. أرسم المستقيم F يقطع كلا من المستقيمين H و K في النقطتين B و C. ما نوع المضلع الناتج؟ إذا أرسم المستقيمين H K، نبدأ خطوة بخطوة أطفالي. أرسم المستقيمين H K متعامدان في النقطة A. إذا نرسم المستقيمين المتعامدين. أول حاجة أطفالي نرسمو مستقيم واحد، دائما يعني حبذا لو أنكم ترسموا يعني بطريقة مائلة هكذا، يعني ماشي على الخطوط تاع الورقة. إذا هذا المستقيم الأول راح نسموه H. الآن راح نرسمو مستقيم K ليكون عمودي على H في النقطة A. قالوا لنا مستقيما متعامدا، إذا نحط الكوس تاعي ونرسم المستقيم الثاني ليكون هو عمودي على هكذا هذا المستقيم ك. الآن أرسم المستقيم عمودي في أ، قالونا. الآن أرسم المستقيم F يقطع كلا المستقيمين، يعني يقطعهم الزوج H و ك في النقطتين ب و س، يعني بانتظام H يقطعه في ب و ك يقطعه في س. يعني نحن نرسموه هكذا مستقيم كيفي، يقطع لنا المستقيمين للزوج. إذا H يقطعه في ب، هاوليك H يقطعه في ب و ك يقطعه في س، هاوليك هذا ك، هاوليك مستقيم راح يقطعه في س. ما نوع المضلع الناتج؟ هذا هو المضلع أطفال. ما هو نوعه؟ لاحظوا هنا زاوية قائمة، إذا هو مثلث قائم في هذا، قائم في أ. هكذا أطفالي، هذا التمرين الأول. التمرين الثاني، إذا نقرأه. أرسم المستقيم M عموديا على المستقيم N يتقاطعان في B. عين النقطة A على المستقيم M والنقطة C على المستقيم N، تبعد كل واحدة منهما عن النقطة B ب 3 سنتيمتر. صل بين النقطتين C و A أو A و C، سمي الشكل المتحصل عليه. إذا نبدأ خطوة بخطوة. أول خطوة، أرسم المستقيم M عمودي على المستقيم N ويتقاطعان في B. إذا M نحن نرسم الأول M، أرسم مستقيم M هاوليك عمودي على المستقيم M، حنديرو مستقيم. إذا هذا M، إذا عمودي على المستقيم N، نحن نرسم N هاوليك N هكذا، هذا N ويتقاطعان في B هنايا B. إذا هذا الجزء الأول. ثم قالونا عين النقطة A على المستقيم M، وراه M هاوليك M، هنا غادي نعينو عليه نقطة A. إذا والنقطة C على المستقيم N، والC راح نديروها على المستقيم N، حيث تبعد كل واحدة منهما عن النقطة B، هاي النقطة B
يعني النقطتين اللي غادي نعينهم راح يكونوا بعاد على بي بثلاثة سنتيمتر. إذا أول نقطة هي أ في المستقيم أم، هي أ تكون بعيدة على بي بثلاثة سنتيمتر. إذا نحسب ثلاثة سنتيمتر هيك، وهنايا ندير النقطة أ. النقطة الثانية هي النقطة سي، تكون على المستقيم أن، إذا تبعد عن بي أيضا بثلاثة سنتيمتر. إذا ندير كما هكا فوق أن نحسب ثلاثة وندير نقطة سي. إذا لاحظتوا درت سي على أن بعيدة هنايا ثلاثة سنتيمتر، ودرت أ على أن بعيدة على بي بثلاثة أيضا سنتيمتر. صل بين النقطتين أ وسي، إذا حنسهل نصل بينهما هكذا. إذا سمي الشكل المتحصل عليه. لاحظوا من لهنا شحال عندنا؟ ثلاثة سنتيمتر، ومن لهنا أيضا عندنا ثلاثة سنتيمتر، يعني هذا يساوي هذا. إذا كيف يسمى هذا الشكل أطفالي؟ هو مثلث، مثلث ماذا؟ متساوي الساقين، متساوي الساقين، عنده هادو زوج متساويين ساقين. إذا هذا مثلث متساوي الساق. جيد، نحط من ثالث. قالوا لنا ارسم المستقيمين دي و بي متعامدان في النقطة او. علم النقطة ا من المستقيم دي حيث يكون البعد بين النقطتين ا او هو 4 سنتيمتر. علم النقطة سي من المستقيم بي حيث يكون البعد بين النقطتين سي او هو 5 سنتيمتر. سل بين النقطتين ا و سي، ثم سمي المثلث. اذا نبدأ دائما اطفالي خطوة بخطوة. اول خطوة، ارسم المستقيمين دي و بي متعامدان في النقطة او. إذا دي و بي مستقيمان، نرسم المستقيم الأول اللي هو دي، إذا هذا دي، ثم نرسم بي يكون عمود عليه ويقطعو في النقطة قالولنا أو متعامدا في النقطة. نرسم، نواصل الرسم تاعي هكذا. هنايا راهي زاوية قائمة، راه متعامدا هذا المستقيم بي. جيد، قالولنا في النقطة أو، هذه أو. إذا الخطوة الأولى كملناها، نروحو الثانية. علم النقطة أ على المستقيم من المستقيم دي، إذا هنا أ غادي نديروها على هاد المستقيم دي، حيث يكون البعد بين النقطة أ اللي غادي نديرها و أو 4 سنتيمتر. إيه 4 سنتيمتر، نحسب 4 سنتيمتر هاهيك هنايا هادي، وندير النقطة تاعي أ. إذا من لهنا عندنا 4 سنتيمتر، لاحظتو؟ المستقيم دي. بعد قالوا لنا علم النقطة سي من المستقيم بي، أنا حنا نخدمو في المستقيم بي، حنديرو فوقو سي، حيث يكون البعد بين أو سي، يعني أو سي اللي غادي نديروها هو 5 سنتيمتر. إذا نحسب 5 سنتيمتر هكذا، هاديك 5. إذا سي، إذا من لهنا عندنا 5 سنتيمتر. الآن قالوا لنا سل بين النقطتين أ أو سي، إذا نحن نصل بينهما. جيد، سمي المضلع الناتج. لاحظوا هنايا ماناش عارفين، وهنايا عندنا 4 وهنا عندنا 5، إذا هذا ليس مثلث متساوي الساقين، هنا 4 سنتيمتر وهنا 5 سنتيمتر. هذا فقط أطفالي مثلث قائم في أو. إذا مثلث قائم، دائما نكتبو مثلث قائم أين؟ في أو، في نقطة أو فقط. هذه هي أطفالي، نواصل. الآن راح نديرو تمارينات في النسبة المئوية. إذا التمرين الأول قراوه معايا أطفالي. في مدرسة 360 تلميذ، يمثل عدد الإناث 60% من عدد التلاميذ. احسب عدد الإناث في المدرسة، ما هو عدد الذكور وما هي نسبتهم المئوية؟ إذا أطفالي قلت لكم كيقولوا لكم أنه في المدرسة 360 تلميذ، يعني المدرسة كلها النسبة المئوية تاعها هي 100%، يعني مدرسة كي تكون مليئة بالتلاميذ 360 تلميذ خلاص راهي مليئة، يعني 100% التلاميذ موجودين. إذا لاحظوا هنايا كيفاش ندير. إذا 360، إذا 360 تلميذ أطفالي هو كل تلاميذ المدرسة، يعني المدرسة نسبة تاعها 100% كي تكون مليئة بالتلاميذ هو 360.
يعني لا زيادة ولا نقصان. قلت لكم أي عدد يمثل العدد الكلي هو عبارة عن 100%. إذا يمثل عدد الإناث 60%. إذا هنايا نكتبوا 60%. لكن ما عدناش عدد الإناث، هنا قالوا لنا أحسب عدد الإناث، هنا ما عدناش عدد الإناث، نعرفوا أن النسبة المئوية تاعها شحال، لكن العدد ما عدناش. هنا عدد الكلي تاع المدرسة عدنا، وعدنا النسبة المئوية، أي لأن العدد الكلي دائما الأطفال، العدد الكلي مهما كان هو 100%. إذا هنا أطفال واش نديرو باش نصيبو هنايا عدد الإناث؟ نديرو عملية ثلاثية، هذه ضرب هذه قسمت هذه، يعني 360 نضربها في 60. هذه نضربها في 60 ونقسمها على 100 وتساوي. إذا ندير العملية تاعي، إذا هادو صفرين نحطهم هنا، 6 في 6 36، 6 في 3 18 19 20 21. إذا 21600 هذه نقسمها على 100 نحيلها الصفرين ترجع لي 216. إذا عندنا 216 بنت، يعني عدد إناث المدرسة هو 216 بنت. جيد. الآن قلنا ما هو عدد الذكور؟ عدد الكلي تاع التلاميذ هو 360، عدد الإناث هو 216. إذا الذكور كيفاش نحو بعدد الإناث من العدد الكلي، عفوا يبقى لي الذكور. إذا عدد الذكور هو 360 العدد الكلي، نقسم منه البنات ونشوفوا واش عندنا هنا. إذا 360 ناقص 216، اصطح في 10 ناقص 6 4، 6 ناقص 2 4 1. إذا 144، إذا عدد الذكور 144 تلميذ. لاحظتم؟ الآن قالوا لنا ما هي نسبتهم المئوية، يعني نسبة الذكور. نعاود نكرر، النسبة المئوية تاع تلاميذ المدرسة كلها 360، قلنا النسبة المئوية تاعها هي 100%. الذكور عندنا 144، لكن ما عندناش النسبة المئوية. إذا باش نديرو عملية ثلاثية، هذه ضرب هذه قسمة هذه عادي. إذا 144 نضربها في 100 ونقسمها على 306 وتساوي 144 نضربها في 100. إذا 144 نزيدوها صفرين ونقسمها على 360 وندير العملية تاعي أطفالي. إذا 14400 قسمة 360، باش نسهلوا علينا أطفالي راح نقص هنا صفر وهنا نقص صفر. جيد. إذا هنايا عندنا 114 16 على 36. إذا هنا لو كان نديرو 3 9، لو كان نديرو 4 12، نحاولو نديرو 4، 4 في 6 24، من 24 يبقى لي صفر، 4 في 3 12، و 2 14، من 14 يبقى لي صفر. جيد. أنزل صفر، صفر قسمة 36 ناقص 36 يساوي صفر، صفر في 36 يساوي صفر، من صفر يبقى لي صفر. إذا كم؟ 40%، هذه هي نسبة الذكور. لاحظتوا؟ إذا عدد الذكور 14، نسبتهم المئوية هي 40%. هكذا أطفال. جيد. التمرين الثاني يقول اجتاز 460 تلميذ في المدرسة امتحانات نهاية السنة، فنجح منهم 90%، ما هو عدد التلاميذ الناجحين؟ إذا عدنا عدد التلاميذ كلهم، كل عدد التلاميذ تاع المدرسة هو 460، يعني 100%. قلنا العدد الكلي هو يمثل دائما 100%، إذا كل تلاميذ المدرسة يمثل 100%. نجح منهم 90%، إذا نديرو النسبة المئوية تحت النسبة المئوية، نجح منهم 90%، لكن ماناش عارفين العدد شحال، عندنا فقط النسبة المئوية تاعهم، نسبة التلاميذ الناجحين هي 90%، لكن العدد ما عندناش، إذا يجب أن نبحث عن العدد، واش نديرو عملية ثلاثية، إذا هذه ضرب هذه قسمة هذه، 460 نضربوها في 90 ونقسموها على 100.
وتساوي. يلا نضربوا هنايا عندنا هنا صفرين، هنايا 9 × 6 54، 9 × 4 36، 37، 38، 39، 40، 41. ونقسموها على 100، لأن هذه نقسموها على 100. ماذا تساوي؟ نحط الصفرين تولي 414. إذن هذا هو أطفالي عدد التلاميذ الناجحين 414. كانوا 460، نجحوا 414 اللي هي 90%. إذن عدد التلاميذ، عدد التلاميذ الناجحين هو 414 تلميذ. جيد. التمرين الثالث. إذا قالوا لنا في قسم السنة الخامسة، في قسم السنة الخامسة 35 تلميذ نجح منهم 80%، ما هو عدد الناجحين؟ إذا نفس الشيء. ثم قالوا لنا استنتج عدد الراسبين ونسبتهم المئوية. أول حاجة، القسم أطفالي كان فيه من تلميذ 35، قلنا هذا العدد الكلي تاع التلاميذ في القسم اللي هو 100%، دائما العدد الكلي يمثل 100%. ثم قالوا لنا نجح منهم 80%، عدنا نسبة النجاح تاع التلاميذ الناجحين، عدنا النسبة تاعهم لكن ما عدناش العدد تاعهم. إذا كيفاش نحسب العدد؟ هذه ضرب هذه قسمة هذه دائما. إذا 80 نضربها في 35 نقسمها على 100 وتساوي. إذا نضرب 80 في 35، إذا تساوي 2800 قسمة 100، كي نقسموها على 100 نحط صفرين تبقى لي كم؟ 28 فقط. إذا عدد التلاميذ الناجحين هو 28 تلميذ. عدد التلاميذ الناجحين هو 28 تلميذ، كانوا 35 تلميذ في القسم نجحوا 28. إذا استنتج عدد الراسبين، كم هو عدد الراسبين؟ كيفاش نقدروا نصيبوا عدد الراسبين؟ عدد التلاميذ الكلي هو 35، الناجحين 28. إذا الراسبين، عدد الراسبين هو عدد التلاميذ كله نقسم منه عدد الناجحين، يبقى لنا الراسبين اللي هو 7. إذا عدد الراسبين هو 7 تلاميذ، يعني راسب. الآن قالوا لنا نسبتهم المئوية، يعني نسبة المئوية تاع عدد التلاميذ الراسبين. نعاود نرجع، النسبة المئوية تاع القسم كله اللي هو 35 تلميذ، قلنا 35 تلميذ هو تلاميذ كل القسم اللي هو 100%. الآن عدد التلاميذ الراسبين شحال؟ عندنا 7، خصنا نسبته المئوية. إذا نديرو عملية ثلاثية، هذه ضرب هذه قسمة 35، إذا 7 ضرب 100 هي 700، نقسمها على 35 وتساوي. إذا إذن 700 قسمة 35 تساوي 70 قسمة 35 2. 2 في 5 10 من 10 يبقى 0، 2 في 3 6 و 1 7 يبقى 0، ننزل 0 يساوي 0 0. إذن كم؟ 20%. 20% هو نسبة التلاميذ الراسبين. إذن نسبة التلاميذ الراسبين هو 20%. هكذا أطفال. آخر تمرين، إذا في نسبة المئوية قلت لكم 4 تمرينات. آخر تمرين الرابع، قام بائع زرابي بتخفيض الأسعار بنسبة 10%، وأرادت أمك شراء زربية سعرها 3600 دينار، أحسب مبلغ التخفيض ثم ما هو ثمن الزربية بعد التخفيض. إذا كم كان سعر أطفالي الزربية؟ أرادت أمك أن تشتري الزربية بسعرها كم؟ 3600 دينار. قام بائع زربية بتخفيض الأسعار بنسبة 10%، إذا هذه هي نسبتها 100%. يعني هنا يا الزربية هذا هو المبلغ الثمن تاعها الحقيقي، يعني 3600 ثمنها الحقيقي نسبته 100%. الآن قالنا التخفيض هو 10%، لكن ما نش عارفين شحال هو عدد التخفيض، ما أحسب مبلغ التخفيض، ما نش عارفين مبلغ التخفيض شحال.
إذا مش ندير عملية ثلاثية، هذه في هذه قسمة 100، إذا هذه 3600 كي نضربوها في 10 حنزيدو لها صفر تولي 3036، إذا تولي 36000، راح نقسموها على 100 نحو لها صفرين تساوي 360 دينار. إذا هذا هو ثمن التخفيض 360 دينار. إذا كانت تباع 3600 خفض لها 360، يعني خفض لها يعني نقص منها من ثمن تاعها نقص 360. إذا ثمنه مبلغ التخفيض هو 360 دينار. إذا السؤال الأخير، ما هو ثمن الزربية بعد التخفيض؟ كم كانت الزربية، كم كان ثمن الزربية قبل التخفيض، قبل ما ينقص منه كانت 3600، من بعد نقص منه شحال 360، هذا هو التخفيض. إذا كم يصير ثمنها بعد التخفيض؟ إذا الثمن الحقيقي نقص منه ثمن التخفيض نصيبه ثمن الزربية بعد التخفيض. إذا ثمن الزربية بعد التخفيض هو، قلنا الثمن الحقيقي 3600 نقص منه ثمن التخفيض اللي هو 360، وندير عملية ناقص تاعي، صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص ثلاثة استحفظ، عشرة ناقص أربعة، ستة ناقص أربعة اثنان، وثلاثة ناقص لا شيء ثلاثة، إذا صار 3240، 3240 دينار. إذا كان تباع ب 3600 وصارت تباع ب 3240 بعد التخفيض. هذه هي أطفال. الآن نديرو تمارينات على الكسور، يعني ثلاث تمارينات على الكسور. يلا، التمرين الأول يقول: إذا كان طول قسمكم 8 متر وعرضه 3 على 4 طوله، احسب محيط القسم، احسب مساحة القسم. إذا طول القسم هو 8، عرضه 3 على 4 من طوله، يعني 8 نضربها في 3 ونقسمها على 4، يعني 3 على 4 من طوله، 3 على 4 من طوله، وتساوي 3 في 4 24، قسمة 4 كم تساوي 24 قسمة 4 تساوي 6. إذا هذا هو عرض الـ القسم. إذا عرض القسم هو 6 متر. إذا عدنا هنا الطول وعدنا العرض، إذا ما علينا إلا أن نبحث على المحيط والمساحة. طبعا أنا قسم له مستطيل بما أنه عرضه عنده عرض وطول، إذا محيط المستطيل هو الطول زائد العرض بين قوسين ضرب 2، هذا المحيط، محيط المستطيل. إذا الطول تاعنا هو 8، العرض تاعنا هو 6، ونضربهم في 2، 8 زائد 6 14، نضربها في 2 وتساوي 28. إذا محيط القسم هو 28 متر، بما أننا الوحدة تاعنا هي المتر. أما المساحة، ماذا تساوي المساحة؟ عفوا، مساحة، ماذا تساوي مساحة مستطيل أطفالي؟ هي الطول نضربها في العرض. الطول تاعنا 8، العرض تاعنا 6، وتساوي 8 في 6، 8 في 6 48. إذا مساحة القسم هي 48، إذا متر مربع، وحدة المساحة هي المتر المربع. إذا صبنا المحيط وصبنا المساحة. التمرين الثاني يقول: أراد أسامة وبلال زيارة صديقهما المريض، فاشتركا في شراء باقة ورد ومجموعة من القصص. ساهم أسامة ب 1600 دينار وبلال ب 1 على 4 مبلغ أسامة. احسب المبلغ الذي ساهم به بلال. إذا بلال كم ساهم؟ بلال ساهم ب 1 على 4 من مبلغ تاع أسامة. أسامة شحال؟ 1600. إذا 1600 حنضربها في 1 ونقسمها على 4. إذا بلال ساهم ب 1 على 4 من مبلغ أسامة. إذا هذه في هذه نقسم على هذه، تجيني 1600 شحال؟ تجيني 16، تجيني 400، لا عفوا 400، إذا تجيني 400 دينار. إذا ساهم بلال ب 400 دينار، هذا هو المبلغ الذي ساهم به بلال. ثم أحسب ثمن المشتريات،
بحسب 8 مشتريات. إذا 8 مشتريات هو ده المبلغ تاع أسامة، نزيدوا له مبلغ تاع بلال ونشوفوا شحال الجو كامل المشتريات. إذا 8 المشتريات هو مبلغ أسامة اللي هو 1600، نزيدوا له مبلغ بلال اللي هو 400، 0 0 10 2، يجي 2000 دينار. هذا هو ثمن المشتريات. آخر تمرين، إذا قلنا حق المستطيل الشكل طوله 91 متر وعرضه 4 على 7 من طوله، أحسب مساحته. إذا الطول عندنا ما عندناش العرض، إذا قلنا الطول شحال 91 والعرض 4 على 7 من طوله، يعني 91 نضرب في 4 على نقسم على 7، إذا 4 على 7 هذا هو العرض، 4 على 7 من طوله. إذا 91 ضرب 7 ضرب 4 عفوا يجيني 4 و36، نقسمها على 7 تساوي إذا 3 6 4 قسمة 7، 36 قسمة 7 عندنا 5 أقل 1 14 2 0، إذا يجيني 52 متر. إذا عرض الحقل هو 52. إذا عندنا العرض وعندنا الطول، نستطيع أن نحسب المساحة. مساحته إذا عندنا الطول في العرض، مساحة المستطيل طول في العرض، يعني 91 نضربها في 52 ونحسب 2 18 45 45 إذا 2 13 7 4، عشان نكون حاسبة ليشان. إذا 4732 متر مربع، المساحة بالمتر المربع. هذه هي أطفال. الآن تمارينات في التناسبية أطفالي، 3 تمارينات في التناسبية. التمرين الأول يقول قام مصنع صغير بصنع 100 لعبة كل ساعتين، كل ساعتين يصنع 100 لعبة. أكمل الجدول. إذا هنايا عندنا عدد الساعات وهنا كمية اللعب، هنا عندنا ساعة واحدة شحال يصنع؟ لاحظوا هنا شقالوا لنا في المعطيات، قالوا لنا 100 لعبة كل ساعتين، يعني في ساعة واحدة شحال يخدم اللعبة؟ يخدم 50. إذا كان ساعتين يخدم فيها 100، يسمى الساعة الأولى يخدم 50 والساعة الثانية يخدم 50، باش يرجعوا 100 في ساعتين. إذا ساعة واحدة فيها 50، إجا هادي عمرناها حسب المعطيات. إذا هنايا لاحظوا، هنايا باش نروحو لميتين، يعني 200 لعبة، 50 فاش نضربوها باش نوصلو لميتين أطفال؟ إذا 50 نضربها في 4 4 في 0 0 4 في 5 20، إذا ضربناها في 4. 50 ضرب 4 يساوي 200، إذا 1 ضرب 4 إذا 4، هذه تانية نضربوها في 4، إذا في 4 ساعات يخدم 200، فهمتوا؟ إذا هنايا 10 ساعات، هنايا من 1 ل10 ساعات نضربو في 10، في 10 ضربنا هنايا لقينا 10، 1 في 10 لقينا 10، إذا 50 هنا أيضا نضربها في 10، هذي ضربتها في 10، هذي نضربها في 10 تولي 500، إذا 500 لعبة في 10 ساعات. عملنا الجدول أطفالي بهذه الطريقة، ما حوسناش على معامل التناسبية، وإنما هذه الطريقة كانت أسهل. التمرين الثاني، إذا قالونا أكمل جدول تناسبية التالي حيث أن ثمن قارورة المشروبات هو 30 دينار. ثمن قارورة واحدة تاع المشروبات هو 30 دينار. إذا نكملوا الجدول تاعنا. إذا حسب المعطيات قالونا ثمن قارورة، هنا عدد القارورات هنا الثمن، ثمن تاع قارورة واحدة هو كم؟ 30. إذا هنا عندنا 30. إذا هنايا ثمن 6 قارورات شحال؟ عندي نفس العملية، نفس الطريقة، 6 في 1 في 6، 1 في 6 6، إذا 30 نضربها في 6 باش نصيب ثمن 6 قارورات. إذا تجيني 0 18 6 في 3 18، إذا 180 دينار، 6 قارورات ب 180 دينار. الآن 270، 270 أطفال، هنا كيفاش نوصلوا ل 270؟ إذا هنايا من 30 ل 270 فاش ضربنا؟ ضربنا في
لاحظوا في 9، اذا 30 كي نضربوها في 9، 9 في 0 0، 9 في 3 27، اذا ديني 227. اذا هذه ايضا راح نضربها هنايا لاحظوا في 9، 1 في 9 9، اذا 9 قارورات ب 270 دينار. جيد، هنايا نفس الشيء، هنايا 1 12 نضرب في 12، اذا من لهنا راح نضرب ايضا في 12، إذا 30 ضربها في 12 كم تساوي؟ 6 0 3 0 6 3، إذا جيني 360 دينار، 12 قارورة 360 دينار. إذا هذه هي الطريقة دون حساب معامل التناسبي. إذا هنا قالوا لنا في التمرين الثالث أكمل الجدول، إذا نطلنا فقط الجدول وحنا نكملوه. هنايا في هذه الحالة نقدر نحوس على معامل تناسبية سهل، يعني 200 نقسمها على 4 نصيب معامل تناسبية، إذا 200 نقسمها على 4، 20 نقسم 4 5، 5 في 4 20، 20 صفر 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 يعني 50. إذا هنايا معامل التناسبية هو 50 ضرب 50، إذا 4 كنضربوها في 50 نصيبو 200. أما هنا من لهنا راح نقسم على 50 طبعا معامل تناسبية، إذا 800 راح نقسمها على 50 باش نصيب هنايا. إذا 800 نقسمها على 50، لاحظوا حنحي صفر هنا ونحي صفر هنا، تولي 8، يعني 8 قسمت تولي 8 قسمت 5 عفوا، 1 1 في 5 5 من 8 يبقى 3 ننزل صفر، 30 قسمت 5 6 6 في 5 30 من 30 يبقى صفر، إذا شحال 16. حطوا نفس الشيء هنا 20 نضربها في 50، عندو 20 في 50، إذا هنايا نحو صفرين، هنا 10 شحال تجيني؟ 1000، إذا 1000. الآن هذه راح نقسمها على 50، إذا 1250 نقسمها على 50، إذا باش نسهل راح نحي الصفرين هادو، تبقى لي 12 قسمة 5 2، 2 في 5 10، من 12 يبقى 2، ننزل 5، 25 قسمة 5. 5 5 في 5 25، من 25 يبقى 0، إذا شحال؟ 25. آخر هذه إذا نضربوها، هذه راح نضربوها في 50، إذا نديرو 50 ونزيدو 3 أصفار، 1 2 3 هي 50000. إذا هكذا نكون قد ملأنا الجدول عن طريق حساب معامل التناسبي. هذه هي أطفالي، إذا أتمنى أن هذا الفيديو قد أفادكم، خليكم في أمان الله، بالتوفيق في دراستكم وفي اختباراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.